اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل وسلم. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الارض رافعا راسه الى السماء العليا، موميا بذلك الرفع الى سدده وعلا، ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية، وأنه الحبيب الذي حسنت ضباعه وسجى، ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية، فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه، ودخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه، صلى الله وسلم عليه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقضوع السرة بيد القدرة الإلهية، ضيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا، وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية، وأولم وأضعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عضر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه، صلى الله عليه وسلم. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردد ودو النفوس الشيطانية، ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه، وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم أنجم الزهرية، واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه، وخرج معه نور أضاء له قصور الشام القيسرية، فرآها من ببضاح مكة داره ومغناه، وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شروان سمكه وسواه، وسقط 14 من شرافاته العلوية، وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه، وخمدت النيران المعبودة بالمماليك الفارسية لضوء بدره المنير وإشراق محياه، وغاصت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وقوم من بلاد العجمية، وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابع هاتيك المياه، وفاض وادي سماوات وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظماء اللهات، وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء المروية، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله عن الحرم وحماه. عدل اللهم خبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك.